سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فدرس اليوم هو عن سورة الضحى. هذه السورة القصيرة في آياتها هي 11 آية، ولكنها مليئة بالمعاني والدروس والعبر. والضحى والليل إذا سجى. وقلت في الدرس الماضي إن بينها وبين سورة الشرح علاقة معنوية، ولذلك وضعوا سورة الضحى وبعدها سورة الشرح. وهذه السورة أيها الأخوة من السور التي نجد أن الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت مرة أخرى في سورة الشرح يكون الخطاب له وأيضا يتضمن أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون للنبي خاصة إلا إذا جاءت قرينة ودلالة تدل على أنها الآية أو السورة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الأحزاب في بعض الآيات. السورة اسمها سورة الضحى، وقيل والضحى، والفرق يسير، وهي مكية بالاتفاق. سبب نزولها كما أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، أي مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، أي لم يقم يصلي صلاة الليل. فجاءته امرأة في بعض روايات الحديث أنها جميلة، امرأة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أشد من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته وقالت: فيا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، العياذ بالله، تقصد نزول الوحي وتشير إلى جبريل عليه السلام، لم أره قد قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى، السورة. وفي بعض ألفاظ الأحاديث وفي بعض الروايات: ما أرى إلا أن شيطانك قد قلاك، يعدون جبريل عليه السلام الذي يأتي بالوحي، يقولون عنه وحاشاهم ذلك أنه شيطان الذي يملي عليه، أي قد قلاك وقد هجرك، ولا ينسبون هذا الوحي إلى الله جل وعلا استكبارا وعتوا وجهلا. ولذلك تكرر قولهم أساطير الأولين، يعني أي ليست من عند الله جل وعلا في هذه السورة. إذن موضوعات السورة: القسم بالضحى والليل على أن الله جل وعلا ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن مستقبله سيكون خيرا من ماضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وسوف تأتي أقوى من دلالتي وسيعطيك، أي الشيء المتدرج ويحتاج إلى زمن، ثم يأتي تذكير بنعمة الله جل وعلا عليه وما يجب تجاه ذلك. إذن والضحى قيل إن المراد به اليوم، أي النهار جميعا في مقابل الليل، وقيل لا، إن الضحى هو الجزء من النهار
بل هو في الحقيقة جزء من نصف النهار، فهو يبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها وبدء الحرارة قليلا إلى قبل الزوال بفترة، الذي هو كان فترة القيلولة، لأنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، فهو إذن زمن يمتد يختلف من الصيف إلى الشتاء من ساعتين إلى ثلاث، لكنه أفضل أيام النهار وأهداها، فليس أول النهار الذي لم تشرق الشمس تماما، وليس في وقت الحر الذي قبل الظهر قبل الزوال وبعد الزوال، وليس بعد العصر الذي تتهيأ الشمس للغروب. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، ولنا وقفة معها بإذن الله. والليل إذا سجى، الليل أطلقه، قيل إنه أراد الليل كله، وقيل أراد آخره وهو وقت قيام الليل، وسجى أي غطى، وتقول فلان مسجى أي مغطى، والليل إذا أي سجى غطى الكون، والليل إذا سجى ثم جاء بعد ذلك. ومن معاني سجى أيضا سكن وهدأ، لأن الليل كما سمى الله الله سكن، وأيضا لباس سماه الله لباسا، والليل لباسا، لأنه يلبس الكون كله فتحل الظلمة، فسمي أيضا لباسا، كلها من معاني والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قال، بعد هذين القسمين العظيمين يقسم الله أنه ما ودع نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قال، الودع هو الترك والهجر، والقلى البغض. إذا قال إنسان ودعتك أو فلان ودع فلانا، أي تركه أو هجره على حسب الحال. إذن وما قلى ليس هو معنى ودع فيختلف، إنما هو أشد، وهو البغض، يصاحبه وداع أي وفراق، يصاحبه بغض. قد قلوتك، ولك تقول هذه المرأة في إحدى الروايات: ما أرى إلا أن شيطانك قد قلاك، أي تركك وهجرك وأبغضك. فرد الله جل وعلا عليهم بهذا المعنى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا فيها معنى قد يفهم البعض أول ما يتبدر البعض أن الخير في الآخرة فقط، لا، هنا استخدم خير، أي أن الدنيا فيها خير ولكن الآخرة أفضل وأخير، فهو لم ينفي الخير من الدنيا. ولذلك في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي سيعطيك في الدنيا والآخرة. إذن قوله ولسوف وهنا وللآخرة خير لك من الأولى، فأنت كانت تقول هذا خير وهذا خير، لكن هذا أفضل. قد يستشيرك إنسان مثلا في عمل أو في دراسة أو في مسكن، فتقول هذا أفضل من هذا، فقولك هذا أفضل من هذا ليس سبا للأول وليس انتقاصا منه، لكنه في الآخر مزيد مزية عليه، فهو كذلك هنا. وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن الدنيا فيها خير لك والآخرة كذلك، لكن أخير وأعظم. ويقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. لاحظوا هنا هذا الآن، أولاً هو عطاء غير معدود وغير محدود، وأعطى تنصب مفعولين، أعطيت زيداً درهماً، أعطى الفعل وأنت الفاعل أعطيت، وزيداً المفعول الأول ودرهماً المفعول الثاني. هنا قال ولسوف يعطيك ربك، فهو فيها أعطى، والله جل وعلا هو المعطي، والمعطى هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر ماذا سيعطيه، لم يبين ماذا سيعطيه. قالوا أطلقها، أي كل ما يرد في ذهنك من خير سيعطيك الله جل وعلا، من الراحة، من عدم الهجر، من الرضا، من المال، من الرفعة، ما يسر أمتك، من النصر المتواصل. إذن
لا يعد ولا يحصى. ولذلك هنا أشير إلى معنى بعض الناس يقول نعم فلا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقيقة من معانيها أنك ممكن أن تعده لكنك لا تحصيه، فتأتي مثلا وتقول أعطانا الله جل وعلا الإسلام، أعطانا الله سبحانه وتعالى الصحة، أعطانا الله الأمن، أعطانا المال، أعطانا، أنت تعد الآن لكنك ما تستطيع أن تحصيها. ما يمكن تنتهي تقول هذا الذي أعطانا الله جل وعلا. يمكن إنسان يعطيك 1000 ريال تقول فلان أعطاني 1000 ريال، خلاص عددته وأحصيته، لكن عطاء الله بلا حدود. ولذلك أنبه دائما إلى كلمة لا يعطى لا يعد ولا يحصى، أقول فيها نظر، لأن الله قال وإن تعدوا، أثبت العد لكنه نفى الإحصاء، والعد هو 1 و2 و3 و4 لكن ما تنتهي، ليس لها نهاية، فأنت عددت فلا ننفي العد والإحصاء. نعم، لأنه لو كنا نفينا العد من باب أولى أن ننفي الإحصاء، لكن ما دمنا أثبتنا العد وهذا أعظم أنك تعد، قد تعد 1000 نعمة من نعم الله ومع ذلك لا تستطيع أن تحصيها. وقال الله في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصيها. إذن قال ولسوف يعطيك ربك، ماذا سيعطيك؟ كل شيء فترضى. نعم، حدود هذا الأمر أنه سيرضيك الله جل وعلا، وهذه من نعمة عظيمة جدا. كما لو أن إنسان قال خذ من مالي حتى ترضى، أي حكمك في ماله، خذ ما تشاء، معناه دون أن يحد لك حدا، خذ من مالي ما تشاء أو خذ حتى ترضى، فهو إذن عطاء بلا حدود، والله أعلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بدأ يقول ألم يجدك يتيما فآواه، هذا حقيقة أمر عظيم جدا. ألم يجدك يتيما، فقد أباه، توفي والده وهو حمل صلى الله عليه وسلم، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فاجتمع اليتم عليه من أبيه ومن أمه، بل إنه بعد ذلك بعد أن كفله عمه جده عبد المطلب أيضا توفي جده، وبقي عمه أبو طالب حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7 من الهجرة. فإذا ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك وجعل هناك من يكفلك ورباك فأحسن تربيتك، ووجدك ضالا فهدى. هنا الضلال ليس قد يتبادر إلى الذهن أنه الباطل، كلا وحاشا، الضال لما تقول فلان ضال أي على الباطل، وهذا لا يمكن أن يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الباطل، كلا، لكن ضالا كما قال الله جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما في آخر سورة الشورى، أي ما كنت تدري عن النبوة، ما كنت تدري عن العلم، ما كنت تدري، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، لأن كان هناك بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، كما كان ورقة وهناك وزيد بن سعيد بن نوفل وغيرهم، فكان هناك بقايا، كان أمة بعضهم، ثم كان أمة لأنه لم يكن على الهدى غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد، بل كان يتحنث في غار حراء أن يتعبد الله جل وعلا على الصحيح، وكان يطوف وكان يسعى صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم، ولم يسجد لصنم قط. فإذا هنا ضالا، أي لم تعرف كما شرحتها أو بينتها سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلا يعنى ما قد يرد في ذهن البعض، وحاشا، هذا الإرادة تنبيه مهم جدا، أنه الضال الذي على الباطل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل إطلاقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وكان كشف العورة عندهم يثير، وكان شابا، وبدأ ينقل الحجر وهم يبنون الكعبة، فأثر في كتفه الحجر، لما تضع الحجر كانت لباسهم يسيرة، فقال له عمه العباس خذ إزارك وضعه على كتفك حتى أن يكون وقاية بين الكتف وبين الحجر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقط مغشيا عليه، ما يتحمل أن تظهر عورته وهو شاب، وقبل البعثة بأكثر من قرابة 30 سنة أو أكثر،
فإذا كان حتى هذا الأمر ما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله له جل وعلا، فإذا معنى ضال هنا أطلت فيها تأكيدا لهذا المعنى أنه ضال أي لم يأتيه الوحي، والوحي نور، والنور هو الذي في دلالة الطريق، نور وكتاب مبين وليس بمعنى الباطل. ووجدك ضالا فهدى أي فهداك، ووجدك عائلا فأغنى. لما تزوج خديجة قبل البعثة بسنوات، قيل عمر 25 سنة على خلاف بين المؤرخين، ورزقه الله بالذرية، كان فقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حكمة الله جل وعلا. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا أو ذا عيال أي لك عيال، فأغناك، ولكن قال فأغنى فهدى، فكلها من تناسب نهاية الآيات، يسمونها مناسبة فواصل الآيات. وليس كما قال بعض المفسرين، قال ما ودعك ربك وما قلى، ما أراد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما قلاك، لا، هو قال ما ودعك، فإنما المقصود بمناسبة آخر الآيات، هذا هو الصحيح في القول في هذا المثل. إذن فأغنى، أغنى قلبه، وهذا أهم الغنى، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن يقال القناعة كنز لا يفنى، وحديث ليس الغنى بكثرة العرض أي بكثرة المادة، بكثرة الأموال، بكثرة الأراضي، وهذا حديث صحيح، ولكن الغنى غنى النفس، قد يكون إنسان ما عنده شيء أو ما عنده إلا أقل من الكفاية وعنده غنى في نفسه، هذا هو الغنى الحقيقي. وقد يكون إنسان يملك الملايين ولكنه فقير محتاج. فأذكر يوم من الأيام سئلت سؤالا في جدة، ما رأيك بهؤلاء الذين يسألون أمام الناس؟ فقلت لهم كل سائل يسأل أمام الناس فهو فقير. فاستغربوا، لأن معروف في كذابين في ناس نصابين، فكيف أقول هذا الكلام؟ قلت لكن تعال، قد يكون فقير قلب وقد يكون فقير يد، وأسوأهم فقير القلب، ما يمكن يتقدم أمام الناس إلا أنه فقير نفس يعني، ولو كان عنده مبالغ كثيرة، أو فقير محتاج وهو الذي سماه الله فقيرا، وكل واحد منهم يحتاج إلى أن يتلطف معه، لكن لا أن يعطى إلا من باب التثبت. فالصدقة بابها واسع، لكن باب الزكاة وغيرها لا نتساهل فيها، هذا أرض. إذن فأغنى، أغناك أغنى نفسك، وأغناك أيضا سخر الله له خديجة، ولذلك فضل خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وفضله طبعا عليها أعظم صلى الله عليه وسلم بالهداية والإيمان ولا شك، لكن كانت واسته في مالها. ولذلك لما قالت يوم من الأيام عائشة وهي حب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أن تزوجها، قالت له وقد تذكر خديجة، تذكر امرأة قد تكون عظامها قد بليت وقد أبدلك الله بخير منها، تقصد أبدلك الله بي، شابة رضي الله عنها عمرها 9 سنوات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبدني الله بخير منها، مع أنها في قبرها لها سنوات، ما أبدني الله بخير منها. ثم ذكر من أسباب ذلك لأنه قال صدقتني لما كذبني الناس، هي من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وواستني بمالها. فإذا أغنى، ولكن قال العلماء أعظم شيء في الغنى هو غنى النفس، ثم أغناك بهذه الرسالة وهي أعظم غنى، أغناك بهذه الرسالة، فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم هذا الفقير اليتيم أصبح أفضل الخلق، أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، ورسالته أعظم الرسالات، هذه هي الغنى الحقيقي، وهذا هو الشرف الحقيقي، وليس مجرد جمع المال. ولذلك تلاحظون أنه مثلا هناك من يدفع الملايين ليشتري منصبا من المناصب، منصب قد يكون منصب ليس ذا بال ولكن يريد جاه عند الناس، فيدفع المبالغ الطائلة حتى يحصل على عضوية مجلس وإلا على منصب وإلا على غيره. إذن فكيف هذا الشرف الرفيع الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الغنى الحقيقي، ليس أنك يحصل على الدراهم أو الدنانير ويقال غني، نعم هذا نوع من الغنى، لكن أعظم منه هو الغنى الشرف، والشرف الحقيقي وليس الشرف الذي يزول. إذن ووجدك عائلا فأغنى
هنا لفظة أثار إليها بعض العلماء، قال ووجدك، لاحظوا ثلاث مرات، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا، ما قال ألم يكن قال ما ألم تكن ضالا أو أنك ضال، لا قال وجدك، فهو من باب حسن الأسلوب في التعبير عن الله سبحانه وتعالى، ولا كله بقدر الله، كله بقدر الله جل وعلا، فقال وجدك ضالا وجدك يتيما، ولا كلها هي أقدار كونية ولا شك، لكن حسن الأدب يعلمنا الله كيف ننسب، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، مع أنه بقدر الله جل وعلا القدر الكوني، قال وجدك يتيما وجدك ضالا وجدك عائلا، وهذه اللفتة بلاغية وجميلة وعقدية في الحقيقة، والشر ليس إليك، مع أن كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وما فعلت عن أمري، كما قال في سورة الكهف، مع أنه ذكر خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، وفي النهاية قال وما فعلت عن أمري. ولهذا أيها الأخوة، هذا معنى يجب أن ننتبه له في التخاطب، لما قال الله جل وعلا في قصة الخضر، نعم، قالوا أما الجدار، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد الله، مع أنه بالوحي هو أعلم، فنسب لأن خرق وظاهر الخرق يبدو أنه شر في ظاهره وهو خير ولا شك كما بيّن فيما بعد، قال فأردت أن أعيبها، مع أنه في الأخير قال وما فعلت عن أمري. وأما الغلام فكان أباهما فخشينا أن يهيقهما طغيانا، فأراد ربك أن يبلغ، شوف في الشر قال خشينا، نسبه إلى يعني سبب قتله، ثم قال أراد ربك، لاحظ هنا كيف ينسب في الخير، ينسب إلى الله مباشرة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في اليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان تحت كل ظلام، فأراد ربك، هنا نسب الخير مباشرة لله جل وعلا، ما قال ما أردت كذا، فلذلك هذا حسن الأدب من الله جل وعلا. وفي سورة الجن يقول إخواننا الجن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في الشر قالوا مبني للمفعول أشر، ما قالوا أشر أراده الله، مع أنه قدر كوني من الله، لكن لما ذكر الخير أو أراد بهم ربهم رشدا نسبوا إلى الله مباشرة، ما قال أو أريد بهم رشدا، فكان حسن أسلوبهم في التعامل. وإبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال إذا مرضتني فأنت تشفيني، مع أن المرض من الله جل وعلا، نسب المرض إلى نفسه، قال وإذا مرضت فنسبه إلى نفسه، أي حاله، طبعا ليس هو مرض نفسه قطعا، ليس هو الذي، لكن حال أنه مريض، ما قال فأشفى، وإذا مرضت فهو، هنا نسبه لله جل وعلا. هذا حسن خطاب وأسلوب في التعامل مع الله. بعض الناس يخطئ في الدعاء وقد ينسب إلى الله جل وعلا الشر وغير ذلك وغير ذلك، وهذا خطير جدا، قد يمس عقيدة الإنسان أو أن يكون قد تعدى في دعائه. إذا قال ثم بعد ذلك قال مقابل وجدك في أول الأمر قال ألم يجدك يتيما، هنا قال ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، اثنين قال وجدك ضالا، قال وأما السائل فلا تنهر، يقابل وجدك ضالا، السائل هو الله، سواء السائل بالمال أو السائل في العلم أو السائل عن الطريق أو سائل أي حاجة فلا تنهر، لأنك يا محمد كنت ضالاً أي لم تصل إلى ما وصلت إليه كما بيّن، فهداك الله جل وعلا، فيقابل هذه بهذا، كنت يتيماً إذن اليتيم لا تقهر اليتيم، والسائل لا تنهره. ولذلك فأنا أنصح الأخوة أيها الأخوة بعدم نهر السائلين، إنما يعلمون يوضح لهم حتى لو أخطأوا، والسؤال أنواع كما سيأتي إن شاء الله. قال بعد ذلك وأما بنعمة ربك فحدث، قال بعض العلماء أنه أي تحدث، والحقيقة هذا معنى جزء من المعنى الصحيح، التحدث بنعمة الله بالقول والعمل، إن الله يحب إذا أنعم لعبده نعمة أن يرى أثر نعمة عبده عليه، فهو ليس التحدث باللسان أن يقول الإنسان أعطاني الله وأعطاني الله وهذا من باب الشكر، لا،
دع الأعمال تتحدث في صلاتك، في عبادتك، في إيمانك. هذه كلها أيها الأحبة من المعاني التي وردت في هذه السورة، ثم نقف بعد ذلك هذه الوقفات. الوقفة الأولى، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي قليلا، أيام، لأنه وردت أقوال أخرى ولكن أرجح الأقوال أنها أيام، أي انقطع الوحي. وكان أحيانا يفتر بين فترة أخرى تهيئة من الله لنبيه وتربية له. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن وتأثر، فيأتي يقول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قاله. أتساءل البعض، طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته الوحي ليس باختياره، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا، البعض يترك القرآن اختيارا، قد يجلس أياما أو أسابيع أو أشهرا. وقد سألت يوما من الأيام أحد حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلت له: متى تختم؟ قال: أختم كل 3 أشهر. قلت: سبحان الله، كل 3 أشهر؟ يعني ما يخشى الإنسان أن ينزع أو يسحب يأخذ القرآن من قلبه؟ طيب بعض الناس يقول: أنا والله مشغول. طيب متى تقرأ القرآن؟ يمكن لا يختم بعضهم إلا في رمضان، غير رمضان على حسب المناسبات، إن جاء قبل الصلاة مبكراً قرأ، يوم الجمعة إلى حد ما، لكن بعد ذلك تقول: هل تختم ب40 يوم؟ وقد ورد بعض الآثار في من لم يختم في 40 يوم، قال لا. الإشكال الذي عندي واللي جعلني أقف هذا الوقفة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تأخر الوحي أيام حزن وتأثر، وينزل القسم من الله والضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قال، لكن لحكمة عظيمة. كيف الإنسان باختياره يترك قراءة القرآن وتدبر القرآن؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والإشكال عندي أكثر عندما يكون داعية أو طالب علم، عندما يكون داعية أو طالب علم، وتقول: لماذا لا تختم مثلا في وقت كذا أو كذا؟ قال: والله تعرف انشغالاتي. أقول: أي عمل يشغلك عن القرآن؟ صدقوني ستنزع بركة هذا العمل إذا كان حائلا بينه وبين كلام الله جل وعلا. سمعت أحد طلاب العلم من حفاظ كلام الله يقول: منذ حفظت القرآن قد حدد وقتا يختم فيه، ومرت 10 سنين لم يترك ختمة واحدة في هذا المدة أبدا، مع أنه من أكثر الناس شغلا وعملا ودعوة، وقد يكون هذا بسبب محافظته على ورده منذ ختم القرآن، وقد ختمه من سنوات، لم يترك الختمة في المواعيد التي حددها أبدا. فما يمكن أن يكون الإنسان هكذا. رأينا علماء ورأينا مشايخنا، وقبل ذلك كان السلف كانوا يختمون فضلا عن رمضان، كانوا يتركون التحديث، كمالك كان وغيره يتركون الحديث، رواية الحديث عناية بالقرآن. فما حجة من يترك كلام الله جل وعلا؟ ما هو الذي شغلك عن القرآن؟ ما هو الذي شغلك عن كلام ربك؟ والله البعض قد يجلس أمام الشاشة أو أمام قناة فضائية أكثر مما يجلس مع كلام الله جل وعلا. أبناؤنا أصلحهم الله قد يجلسون أمام هذه الأجهزة الحديثة أكثر مما يقعون ويجلسون مع كلام الله جل وعلا. ألا يخشى الإنسان أن يكون ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ومن هجر القرآن كما ذكر ابن القيم على 5 أنواع ألا يقرأ القرآن. يعني ما معناه لا يقرأ أبدا، لا، يقرأ أحيانا على الفراغات في وقت، وهذا الحقيقة لا يليق بكلام الله جل وعلا. الوقفة الثانية، سبحان الله، انظروا التفاؤل يا أخي، يا أحبتي يا أخوتي، أنا أريد من خلال هذه الدروس أن نخرج بواقع عملي، أريد من كل درس ما نخرج إلا بثمار، ما أقول بثمرة، عملية. النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشكلة وحزن لها وهو تأخر الوحي، بالإضافة إلى سخرية هؤلاء الكفار، ما نرى إلا أن شيطانك قد قلق، فزاد همه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظروا كيف يعالج الله هذه المشكلة، يعالجه والضحى، الضحى الإشراق، النور، التفاؤل، والضحى والليل إذا سجى، ثم بالقسم. القسم له دلالة، الله سبحانه وتعالى لو لم يقسم
وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت فنحن إذا وجدنا مشكلة في بيوتنا أو زرنا إنسان عنده مشكلة نبدأ بالتفاؤل وبالتبشير وباليسر، كما قلنا في الأسبوع الماضي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. لو أننا نحل مشكلاتنا بهذا الأمر مع أولادنا مع زوجاتنا مع أقاربنا مع أخواننا انحلت مشكلاتنا. لكن لاحظت أن نجتمع بعض الأقارب أو بعض الزملاء أو بعض الشركاء لحل مشكلة يبدأون أول ما يبدأون بالتلاوم، وربما بعضهم يقع في بعض ثم يدخل المصلح ويحاول معهم وقد يجلس جلسات حتى يحل المشكلة. فإذا حتى المصلح الذي يدخل يجب أن يبدأ لما يطرحون عليه المشكلة وهي كبيرة جدا يقول أبدا يسيرة يسيرة سهلة، ويطمئنهم ويخفف من حزنهم ومن آلامهم، ويقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. في هذا تنحل المشكلات. لو تعاملنا بهذا مع أنفسنا بل مع نفسك أنت، إذا واجهتك مشكلة اطمئن ستجد الحل ستجد النتيجة. أخذ من هذه السورة بدأها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وفعلا هكذا اللي كان. وجاءت البشائر إلى اليوم وهي تتلون البشائر تبعا لهذه البشرى وهذا الوعد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما انتهى عطاء الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، هنا قال العلماء هذا له ولأمته، وفعلا رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته 23 سنة، لكن عمر أمته قرون، مضى منها الآن قرابة 15 قرنا والله أعلم كم بقي، والبشائر تتوالى. إذا اشتد الكرب كما يحدث في غزة أو يحدث في العراق أو يحدث في فلسطين أو في اليمن أو في أفغانستان أو في ميانمار أو أنجول أو غيرها، نطمئن أن سيأتي البشرى سيعطينا الله حتى نرضى، لكن لا نستعجل. فبهذا فعلا هذا دلالة عظيمة جدا في أسلوب التربية، كيف نربي أبناءنا أيضا بالأسلوب الجميل. لاحظوا أسلوب الحوار، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تأتي هذه العبارات السلسة، ألم يجدك ألم يجدك، نعم فسبحان الله العظيم كما أغنى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أسلوب الحوار ثم يبين ماذا يجب عليه. هل نحن الآن إذا جلس مع ابنه يناقشه في قضية من القضايا يأتي بهذا الأسلوب، أو مع زوجها أو الزوجة مع زوجها بالأسلوب التحبيب والحوار والإقناع؟ نحتاج إلى أسلوب الإقناع. هذا الأسلوب أسلوب مقنع، يا محمد كيف تحزن، كيف يرد عليك ما يقول هؤلاء أن ربك قد قلاك أو دع، كلا والله لو كان كذلك وقد وجدك يتيما ما آواك، ووجدك ضالا ما هداك، ووجدك عائلا ما أغناك. هذه كلها قبل نزول هذه السورة، فهل يمكن أن يتم هذا الأمر؟ لا يمكن. إذن ما قالوه باطل ولا تلتفت له وإن قالوا ما قالوا. فإذا لما نتعامل مع أبنائنا مع طلابنا مع من معنا نتعامل مع عقولهم في أسلوب الحوار المقنع الهادي بدون توتر وبدون تنظير. ثم يأتي الغرب ودعوى حقوق الإنسان، سبحان الله ما أكذب هؤلاء، ما الذي يقتل إخواننا في غزة وقتلهم دمرا في العراق والآن في وفي أفغانستان وفي اليمن وفي الشام؟ هو الغرب بطائراته وصواريخه، ودعوى أنهم يقومون بحقوق الإنسان كذبوا، ورب الكعبة يقومون بحقوقهم الخاصة ليس بحقوق الإنسان أبدا. يعني قتل حيوان في غابة يقيمون الدنيا لأن عندهم جمعية رفق الحيوان، وقتل مسلم قتل امرئ في غابة فيها نظر. الآن يقتلون بالعشرات بالمئات، من الذي يدعم هؤلاء؟ من الذي يرسل الطائرة بدون طيار في أفغانستان وتقع على الأعراس وعلى الحفلات وفي اليمن الآن وفي بلاد أخرى؟ من الذي دمر العراق؟ هو الغرب وأمريكا بالذات. من الذي حمى اليهود في فلسطين؟ هم الغرب ويدعم أبناء فلسطين، والقتلى منهم لو أحصيناهم ما صعب إحصائهم. وفي الشام الآن وما أدراك ما الشام وما يجري الآن من دمار كله على يد الغرب وعلى يد اليهود. أي دعوة لحقوق الإنسان؟ هنا حقوق الإنسان. الذي يقول لهم فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، أي أعطي الخير. أيضا من تلك الوقفات أيها الأحبة يسأل سائل إذا كان يشرف على يتيم
قد يكون في جمعيات الآن التي ترعى الأيتام، وقد يكون عنده ابن أخ له مثلا أو قريب يتيم. طيب هل معنى أنني لا أضربه؟ هل معنى أنني لا أؤدبه؟ لا، ليس هذا المراد. الآية قال فأما اليتيم فلا تقهر. الآية نص في هذا الجانب القهر غير التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد ابنه فاضربوهم على يعني عشر. الضرب برفق، إصلاح الولد ولو كان يتيما، لا تلجأ طبعا للضرب ولا ترجأ للعنف، لكن درجات التربية. لكن النهي جاء للإذلال للقهر، وما في أصعب من قهر الرجال. إذا كان قهر الرجال عظيم فكيف قهر اليتيم هذا المسكين هذا الضعيف الذي فقد والده أو فقد والديه جميعا؟ فإذا نفرق بين التربية بأسلوب حكيم ولو صاحبها شيء من الضرب اليسير أو غير ذلك، وبين القهر. فالنهي هنا عن القهر لا عن التربية الصالحة. وأما بنعمة ربك فحدث، نعم الله عظيمة جدا. لو أننا جلسنا كما عدد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك هكذا واحد واحد يتيما فآوى، حاول بس تجد جسد إيمان صادقة مع نفسك. انظر نعم الله عليك، نعمة الهداية ماذا فعلت مقابلها؟ هل سعيت لهداية الناس؟ نعمة سلامة البدن، هل سعيت لإحسان هؤلاء المرضى والمساكين؟ نعمة المال الذي لديك، هل سعوت حتى كل هذا التحديث؟ فأما بنعمة ربك فحدث، لا تحدث تتكلم في ميكروفون ولا تتكلم أمام الناس وتقول الله أعطاني. طيب الله أعطاك فماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ستجد أنك شأنك عجيب. كل نعمة ويصعب كما قلت قبل قليل إحصاؤها، يمكن تعدها 1 2 3 4 5 10، لكن لا يمكن أن تحصيها إطلاقا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، مستحيل أحد يحصي نعم الله، لكن حاول اجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. سددوا وقاربوا، لكن لا يمكن أن تبلغوا الكمال. اتقوا الله ما استطعتم. إذن هنا التحديث، فأما بنعمة ربك فحدث. إذا كان عندك مال واسع الناس، عندك جاه، لا يكون كما ذكرت سابقا بالمصلحة. بعض الناس يشفع لبعض الناس الذي فيه مصلحة له، إذا ما له مصلحة ما يشفع له. لما توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر لي مدير مكتبه محمد الموسى رحمه الله يقول وجدنا وهو شفاعاته إلى قبل وفاته بساعات كان قد شفع لمعلم من المعلمين في النقل. يقول مع ذلك وجدنا شفاعات في شنط كبيرة جدا، شنطتين مليئة بالشفاعات للشيخ عبد العزيز. ما ينظر ماذا ينتظر وراها. بعض الناس لا، لا، إذا جاء يأتي اثنان، واحد يعتذر من الشفاعة له، الثاني يرى أن له مصلحة إذا شفع له، قد يقول أحتاج يوم من الأيام، هذا أكيد عنده كذا أو أبوه كذا أو في المنصب الفلان فيشفع له. لا، ما دام الله أعطاك جاه فبذله بقدر ما تستطيع. أنا لا أقول في كل حال، لكن هذا الذي يتفاضل الناس في ذلك. العلم أيضا، أعطي العلم، ابذل العلم الذي أعطاك الله جل وعلا، بلغوا عني ولو آية. كيف الإنسان يحفظ سور بل يحفظ القرآن ويحفظ من الأحاديث الشيء الكثير؟ ولذلك نجد الآن أخواننا في غزة مثلا، أخواننا الآن وكنت بالأمس معهم مباشرة، وأخواننا في الشام، وأخواننا في اليمن وغيرها من مناطق، في بورما وغيرها، ماذا قدمنا لهم؟ الآن نجلس على هذه الموائد الطيبة المباركة. طيب نعمة ربك فحدث. وذكرت قبل يومين في الدرس، قلت أحد الآباء جلس مع أبنائه في إجازة من الأجازات يأكلون، وتعرفون الخير موجود الحمد لله، وطلبوا أخذوا من الخيرات. يقولون نحن جالسون تذكرت إخواني في الشام، هذا غير قبل اليوم، اليوم يعانون من البرد والجوع والعدو والخوف، كلها تجمعت عليهم الأعداء، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم، ومات أناس بسبب هذا. يقول هذا الأب ونحن جالسون يقول تذكرت إخواننا في الشام، قلت لأولادي يا أولادي نحن نأكل من هذا الخير وأخواننا جياع. يقول عندي أصغر أبنائي في الابتدائي. قال ما في مشكلة يا أبي. قلت ليش ما في مشكلة؟ قال يأكلون معنا. يقول توقعت الطفل يعني بالابتدائي ما استوعب الموضوع، فطلع أحسن من أبيه. نعم. قلت كيف يأكلون معنا؟ قال هذه الفاتورة الآن تسددها أرسلها للشام، مثلها أرسلها للشام. قلت الله يفتح عليك يا ابني أبشر، خلاص سجلوا ما ننفق إذا رجعنا أبشر. يقول لما رجعنا إلى الرياض قلت له كم دفعنا؟ يقول بدأوا يحسبون هو أخوه، قالوا دفعنا كذا.
قلت خلاص إذن هذا المبلغ نعطيه أخواننا في الشام. يقول قال هذا العود الصغير لا يبه. لا لا بس حط معه كثرة. قلت وأبشر أضعه معه مثله. أبشر هنا أما بنعمة ربك فحدث. إذا وقعتم هذا النعم اللي أمامكم الآن تذهبون تتعشون. إذا الآن جاءك الدفء الواحد منا كم عليه من الملابس تتذكر هؤلاء. حتى الطفل الذي رأيته أمس عاري في الصقيع. أحد القادة قبل كم يوم توفي من قادة من صقور الشام توفي من البرد ومن الثلج. قائد مع ما مع ذا يعني قائد. وكل مسلم له حق لا شك. كل مجاهد له حق. بل أي مسلم له حق لو لم يكن من المجاهد فكيف بقائد من القادة من البرد. أيضا موقفنا لا أحد يقول أنا لا أجد من لمن أنفق. سبحان الله الآن تعلن كلها حملات وقد أعلمنا في موقع المسلم عدة من الحملات. ولا يعني إعلاننا عن هذه الحملات التي نوثقها أننا نطعن في غيرها. كلا والله الخير موجود وقد لا أعلم بعضها لكن لا عذر لأحد. لا عذر لأحد. يأتي البعض واسمحوا لي أما بنعمة ربك فحدث يقول لك فقراء الداخل أحوج. سبحان الله ليش أحوج؟ قال الأقربون المعروف. قلت من قال لك هذا كلام؟ فقراء الداخل أولا والحمد لله هناك دولة غنية مسؤولة عنهم. وثانيا هناك الناس الحمد لله الجمعيات الآن وهناك الناس إذا ما قلنا أتركوه ما قلنا أتركوا فقراء الداخل يا أخوان. أعطوا فقراء الداخل وأعطوا فقراء الخارج. من قال لك أنك إذا أعطيت فقراء الداخل لا تعطي فقراء الخارج أو إذا أعطيت فقراء الخارج وأخواننا في الشام والمجاهد لا تعطي فقراء الداخل؟ أعط هؤلاء وهؤلاء والخير بين يديك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه قضايا يا أخوان. والضحى كما قلت بورك لأمتي في بكورها. من يضيع فترة الضحى بالنوم والله ماذا يبقى له بعد ذلك؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. وهذا حديث في صحيح الجامع ورد اللهم بارك لأمتي في بكورها والمعنى متفق. أعجبني قول لأحد المفسرين يقول له أما بنعمة ربك فحدث. يقول له أهديت هدية لشخص إنسان الآن أعطيته خلنا نقول حنا الآن في الشتاء جار لك أو قريب لك مع أنه في خير وفي نعمة مثلا أهديت له بدلة يعني ثوب صوف وكوت نسميها نحن بدلة نعم ومع شمار. ثم لما جئت مناسبة أو في الصلاة لو قد لبستها تفرح فرح شديد تفرح لأنه خلاص أظهر النعمة التي أعطيتها إياها تفرح فرح شديد. وإذا وجدت حتى أبنائك أول ما تعطيهم شيء قد لبسوه تفرح فرح شديد تغتبط. وأما بنعمة ربك فحدث فربك يحب أن يرى أثر نعمتي عليك من غير إسراف. الإسراف لا يجوز وقد بين سبحانه وتعالى نحذر من إسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم ودعوكم من أهل التصوف والبدع الذين يلبسون الرث من الثياب إن الله جميل يحب الجمال يا بني آدم وخذوا زينتكم عند كل مسجد إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كله من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا. فأيضا من هذه الوقفات وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. أول كثير منا يفهم السائل الذي يطلع قدام الناس أو يأتيك في البيت أو يمد يده إليك. لا هذا نوع من السائل. فأنت بدو الصدقات فنعم ماهي كما قرشوا أو تخفوها. هذا اللي يسأل وليس الفقير الذي تكفيه اللقمة اللقمتان. لا إنما الذي لا يعرف الناس لا يسألون الناس إلحافا. لكن هذا الذي يمد يده أو غيره من السائل. لكن من أعظم السائلين الذي يسأل عن العلم الذي يسألك شفاعة أن يسألك أن تقف معه أن يسألك أن تكفله كل هذا سائل. وأما السائل فلا تنهر. يعني قد لا تستطيع أن تجيبه لكن لا تنهره لأن البعض فعلا ينهر السائلين. وأخص طلاب العلم قد يتصل بالإنسان فيسأل سؤال وقد يخطئ السائل فينهره. لا لا تنهره يا أخي الكريم. وانفتح لي معنى أسأل الله أن يكون هذا. أقول طالب العلم هذا الذي قد وهم قليل والحمد لله وحالات نادرة لو أن شيخه نهره ربما ما حصل على هذا العلم الذي حصل عليه. لكن شيخه أو مشايخه قد ربوه وأحسنوا له تربيته وصبروا على أذاه وتحملوه فأعطى الله هذا العلم. إذن ما دمت وصلت إلى هذا العلم ثانيا
حقيقة أعرف شخصا نهره شيخه كما يقولون وهو شاب صغير نهره يعني الشيخ أو المعلم أو المدرس الحلقة أو مدرس في المدرسة بشر قد يخطئ تعرفون ماذا حصل؟ ترك العلم الشرعي ويا ليته ترك العلم الشرعي فقط وحقد على الشيخ ويا ليته فقط أقول فقط وإلا كل هذا خطأ حقد على الدين وأصبح شرا حتى مات أصبح شر والعياذ بالله حقد لأن الشيخ هذا نهره أعرف أناس انحرفوا بسبب أن نهرهم أحد الأشخاص الناس ليسوا سوا يا أخوان ما تفترض بالإنسان أنك إذا نهرته يتحمل قد ما يتحمل قد يحقد قد يحقد عليك أو على عائلتك يحقد على دينك وهذا أخطر ما يكون وهذا الذي قصدته أما السائل فلا تنهر أي سائل سائل المال سائل الشفاعة سائل العلم تلطف به ترفق به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أعطني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان عليه صفحة نجرانية يعني خشنة يجر معها يقول أعطي المال له الذي عندك فيلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويقول أعطوه يعني لو ترك الصحابة يهمون به لفعلوا لما الرجل الذي بال في المسجد كيف تلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة نحتاج إلى أن أخلاقنا أن نتلطف مع أهلنا مع أولادنا إذا كان السائل البعيد يجب أن نتلطف معه كيف بأولادنا كيف بأهلنا كيف بأقاربنا قد يأتيك قريب لك ويطلب منك الشفاعة لا ترد يا أخي الكريم بهذه الطريقة إنما حاول وأعجبتني كلمة سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أحياناً يشفع يقولون لبعض الناس يا شيخ ترى شفاعتك قد لا تقبل يعني شفاعتك يعني يشفع في موضوع معين قد لا يقبل فعلاً ليس كل ما يشفع الشيخ فيه يتحقق يقول عبارة جميلة جداً والله أنا استفدت منها كثيراً ولكن صعب تطبيقها أكون لا يفهم مني خطأ يقول خل الذي يعتذر غيرك أن تشفع خل الذي يعتذر غيرك أنت الآن تقول ما عندي ما نعطيك شفاعة لكن ترى المسؤول فلان سيردها خل يردها خلاص لا تردها أنت وما يدريك أنك تعطيه ثم تفتح بابا مغلقا فالشيخ عبارته خل الذي يعتذر غيرك لا تعتذر أنت لأن ماذا سيقول الشخص وأنت صادق قد تكون صادق فعلا أن فلان لن ينفع قال لي ما قصده لكن ما يريد يشفع أعطه اكتب شفاعة أو اتصال على حسب ظروفك أنا ما أقول الله سبحانه وتعالى ما قال ساعد قال لا تنهره نحن نتحدث أما السائل أي سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أيضا من هذه العلاقات والضحى والليل إذا سجى والسورة القادمة بإذن الله والليل إذا يغشى علاقة القرآن بالليل عجيبة جدا حتى طلبت من الطلاب اليوم يحصي لي كم وردت كلمة الليل في القرآن قال وردت كلمة فقط الليل ورابت 66 مرة والليل بتصاريفها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا إلى آخر يأتي ليلا طويلة جاءت أكثر من 80 مرة إذن الليل في أسرار سكن هدوء تفكير عبادة كما بين الله جل وعلا وهذا معنى أقول لا ندعه فيه أيضا أيها الإخوة الأيتام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما هذه حكمة عجيبة وعظيمة النبوغ وجدته مقارن للأيتام ويقول أحد المشايخ في أستاذ في جامعة الإمام يقول درست فصل من الفصول الأربعة الأوائل كلهم أيتام نعم أربعة أو خمسة كلهم من الأيتام واللي عندهم أهل وآباءهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة فتجد غالباً ولك أنا أنبه مرة أخرى الأقارب المدرسين المعلمين يعنون بالأيتام يكون عندهم ليش؟ لأن لديهم توفيقنا اعتماد على الله جل وعلا ثم على ما أعطاهم الأب الذي عنده أب وأم مرتاح نعم غالباً ما يفكر كثير أما هذا يفكر لأنه فقد والده النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله جل وعلا إلى أن يكون يتيماً ولذلك العناية باليتيم كما قلت وأيضا النظر إليه ثم لاحظوا في هذه السورة عجيبة وأنا في آخر الدرس ألم يجدك ألم يجدك الأسئلة تثير التفكير وتثير الإبداع فحاولوا أن تنتزعوا ما لدى طلابكم أبنائكم بشحذ مهنة التفكير والإبداع اسأله إذا سألك سؤال لا تجب على مباشرة حاول أن تسأله أنت حاول أن تلقي عليه سؤالا
يشتغل ذهنه فيه. فبهذا تجد هذه السورة تركز على موضوع كما قلت سابقا الحوار الإبداع. ألم أجدك؟ سيقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. ألم يجدك يتيما كما بين الله جل وعلا؟ نعم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى. ووجدك ضالا فهدى؟ يعني ألم يجدك ضالا فهدى؟ بلى. كله ألم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ بلى بلى بلى. فكلها تحاول أن تشحن فكرة التفكير في هذا الجانب. أيضا نجد من هذه الوقفات السريعة التي أختم بها، يقول أحد المتدبرين: الأزمات والشدائد أخذها من يتم النبي صلى الله عليه وسلم. الأزمات والشدائد من أخصب ميادين تخريج القادة والعظماء والمصلحين. تأمل تأمل في المعاناة التي مر بها يوسف حتى عليه السلام حتى أصبح عزيز مصر، والشدائد التي عانى موسى عليه السلام حتى أصبح من أولي العزم من الرسل وكليم الله جل وعلا، والمعاناة الكبرى التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح سيد البشر. إذن الشدائد والمعاناة من أبرز ميادين تخريج القادة والعظماء. أيضا في هاتان السورتان الضحى والشرح تمثلان تكاملا واحدا. في الأولى حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك ووجدك ووجدك، ثم هناك مرة أخرى: ألم نشرح صدرك، ثم بين له ما تحدث له من هذه النعم. فأيضا هذا القرآن الذي تقرأ وتأمل: وجدك ضالا فهدى، أي هداك بالقرآن، هداك بالوحي. تذكر جيدا عظمة هذا القرآن الذي تقرأه، وأنه لا حياة لقلبك ولن يرى النور ولن ينفك من الجهل ولن ينعم بالهداية إلا بهذا الكتاب، أي بالقرآن. فأنت بدونه ميت وأعمى وجاهل وضال. تأمل: ووجدك ضالا فهدى. والآية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك، أي بالقرآن، لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أنت بدون القرآن لا شيء، بدون الوحي جاهل وميت، وإن كنت تمشي بين الأحياء. هذه نصوص القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه. ما هم ميت قد فقد كما صلينا على هذا الميت رحمه الله وجبر مفاتيح أهله، لا، ميتا أي جاهلا أو كافرا والعياذ بالله، فأحيينا، أحياه الله بماذا؟ بنور الإيمان، بنور الوحي. أيضا: وجدك عائلا فأغنى، أغناه الله جل وعلا كما قلنا بغنى القلب، فلم يعد يباري بالدنيا صلى الله عليه وسلم، وأغناه الله جل وعلا بالمال له ولأمته من بعده. وأما السائل فلا تنهر، السائل منكسر بالفقر والحاجة وذل السؤال، فإذا ضممت إلى ذلك سوء الرد تضاعف حزنه وتضاعف ألمه. فإن لم تحسن البذل فلا أقل من أن تحسن الجواب. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فلذلك يكفي أن السائل ما جاك إلا محتاج، سواء سائل علم أو شفاعة أو مال، لا تنهره تضيف إلى مشكلته مشكلة. فلذلك هذا معنى من هذه المعاني. وكم نفوت من الخير عندما نقصر. وأما السائل فلا تنهر على المال، لا، هو السؤال كما قلت: المال، العلم، الجاه، الشفاعة، أي سؤال ما دام سؤال فلا تنهره، سواء أجبته أو لم تجبه. فمما أقول في هذه أختم بها للنبي صلى الله عليه وسلم علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقي معي دقيقة أو دقيقتين فقط. علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا بنعم الله جل وعلا عليه، وهو من الخمسة أولي العزم الرسل، بل هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تزكية الله جل وعلا وتربية الله له. زكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد وما رأى،
وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في ذكره ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحمه الرحيم. زكاه كله وإنك لعلى خلق عظيم. فليكن هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. من يريد أن ينال من هذا الذي زكاه الله ورفعه الله، والله إنه يضع من نفسه ويضع نفسه ولا يضع من رفعه الله أبدا. وعن إن شانئك هو الأبتر ورفعنا لك ذكرك. نسأل الله أن نرفع ذكركم وأن يحفظنا وإياكم. وأختم فأقول نشكر الأخوة القائمين على هذا الجامع، هذا المعلم الكبير، هذا المسجد الحقيقة الذي أصبح جامعة متعددة يانعة الدروس وناعة الخير. فنسأل الله أن يبارك في من بنى هذا المسجد ومن أنفق عليه ومن أمه أو أذن فيه أو صلى فيه أو سيصلي فيه أو صلي عليه فيه أو سيصلى عليه فيه، ومن حضر هذه الدروس ومن أعدها ومن ساهم فيها. الشكر لله أولا وأخيرا، ثم نشكر كل من ساهم بحضوره أو بسماعه هذه الدروس عبر الأجهزة الحديثة. ونلتقي على خير، وأستودع الله دينكم وأخواتي أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.